والوثب يحلق عليا في الصدارة وحيدا لا اشتراك معه على صعيد النقاط. كسر العلوية، رائع ارتقاؤك، خارقة رأسيتك، زين زين يا إبراهيم، ممتاز ممتاز يا إبراهيم. بومبر قادم من الخلف، هكذا تأتي حالات القدوم من الخلف وإلا فلا. يا سلام عليك، طار حلق وحيدا كأنه وحده يغرد في منطقة الجزاء، لا أحد يضايق إبراهيم الزين. لاحظ الارتقاء، يا سلام يا سلام يا سلام. سمعت صوت العلوية أم لم تسمع يا خالد يا إبراهيم؟ جهز نفسك لمثيلاتها يا خالد يا إبراهيم. كرة اتحادية متبادلة صارت كثيرة، وصلت لسلا من عند فواز بوادقجي، دخل بابا سلا يبحث عن مساندة، معه بوادقجي، وجد جويد عرضية خطيرة جدا، شيخ يوسف في التهيئ في منطقة الخطر، سدد حط الجول، ضاع الجول ضاع الجول. فرصة اتحادية جديدة، دق باب المرمى الأهلاوي، كثرة كثرة، استلم يا محمد يا أنس، استلم، كسب فاول محمد أنس في وقته، محمد أنس يكسب هذا الفاول المحترف الغاني. يا سلام يا سلام على هذا الأهلي، يا سلام عليك حسن، يا سلام عليك دهان، كيف سددت، ماذا فعلت، شاهدت هذا الرجل دائما ما يفضل التسديد، دائما ما يفضل زيارة المرمى بقوة، لا يرسل الكرات مع الرحمة. تهيئ من شيخ يوسف، تهيئ بعد ذلك بالرأس، دهان يا سلام عليك دهان. شاهدوا كيف ضاعت هذه الفرصة الثانية في هذا الماتش، فرصتان حقيقيتان لا ثالث لهما حتى الآن. عبد الرزاق الحسين كثيرا ما يتحرك، لا يتقيد بمركز واحد هذا المساء، ممتازة جدا رأسية، تهيئ دبل كيك، يا سلام عليك بابا، يا سلام عليك سلا، مشهد فني خرافي رائع، نوايا عظيمة فنية، تهديد تسديد من جديد، يعود بابا سلا 63، لا تأمن جانبه، شاهد ماذا يفعل من نصف فرصة، من ربع فرصة، نحن نبحث عن الهدف، نظنه مستعصيا، بابا سلا يفكر بالطريقة، يفكر بالآلية، يفكر في الحقيقة، طريقة الوصول إلى الحقيقة، حتى أنا أتعثر، حتى أنا أتلعثم، لكن هو لا. الوحدة يحاول توزيع لاعبيه من تو من قبل هذه العرضية التي قد تكون خطيرة، رأسية جديدة، الرأسيات الأهلوية ماذا يجري اليوم، الرأسيات الأهلوية ماذا يجري اليوم يا شيخ يوسف، ماذا يجري اليوم يا مصطفى. حسن هو الأقرب للعب هذه الكرة بانتظار تغيير معين يطال النتيجة. دهان وخالد إبراهيم في الموعد وفي المكان وفي الزمان وفي التوقيت، أفضل وأحلى، أجري يا فواز، رائع بوادقجي، دخل دهان، سيسدد، سدد دهان، خالد إبراهيم موجود، بابا سلا، جول يلغى، جول أبيض، جول من موقف تسلل، هدف من موقف تسلل، لكنه سيحرك مياه المباراة الراكدة، أفضل بكثير من أن لا يأتي هذا الهدف لو سجل بابا سلا، أعتقد أنه كان في موقف سليم، لكن اللاعب الذي أكمل المهمة وأكمل الجول عبد الرزاق الحسين هو الذي كان في موقف متسلل. سلا، لو أنك سددت بنفسك باتجاه المرمى يا رجل، على موقع فيسبوك المقدم من متى، ها هو ذا يستلم من جديد، يلعب عرضية جديدة، ارتماءات كثرت يا فواز، العب عرضية جديدة، مر من رامي عامر، فواز بالرأس، ارتباك 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 وارتماء وسوء ومراوغات وحالات مرور وانطلاقات وارتداد. يا سلام يا سلام يا سلام، وين الراس، يا سلام، كرة جول يا خالد، كرة جول، رغم تصدي خالد ضاعت بغرابة، أجمل ما حدث، أجمل مسار، أجمل مسار وأجمل طريقة وأجمل خوارزمية هجومية بمنتهى الروعة، يا سلام بمنتهى الروعة، نقصتها الفينش هذه المرة، هذه الكرة حرام 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 بكل معنى الكلمة، سأتهم بعدم الحياد ولن أتردد، هذه كرة جول بكل معنى الكلمة. منه إلى شمالي، منه إلى نوري، خطيرة العرضية، خطيرة، وخالد، خالد، خالد قبل زكريا إبراهيم، قبل رمضان، خالد قبل زكريا إبراهيم، قبل رمضان، وضع الكرة عند دهان، ممتازة ممتازة ممتازة، البينية ممتازة، باليد باليد، ضربة جزاء، بنالتي بنالتي، أي جنون، أي تاريخ، أي أمسية، أي نقاط مباراة يا عبد الله نجار، يا عبد الله خبرتك، يا عبد الله خبرتك، يا عبد الله هاتها، أفرغها، هذا يومها.
نيسان يا عبد الله، يا سلام على التوقيت يا عبد الله. لم يفز الأهلي رغم فرصه الخطيرة، لم يتقدم الأهلي حتى الآن، سيتقدم سيفوز. مبروك جنونية الفرحة، حسين شويد كتبها. أخيرا يا حسين، حسين الخارق، حسين الرائع، حسين الممتاز في الدوري السوري الممتاز. الآن يفوز الأهلي بهذه الطريقة، يفوز الأهلي أكثر من مستحقة. 3 نقاط سجل عندك، 25 نقطة وليس 23، 25 نقطة. تعثر يا وثبة، سيصبح الفارق نقطتين الآن.